أحسن الله إليكم الشيخ وبارك فيكم. هذا السائل سوداني مقيم بالدوادمي ويعمل راعي للمواشي، يقول أنا أسمع الأذان عند كل صلاة وأصلي في المسجد، علما بأنني عامل تربية مواشي ولم أستأذن من كفيلي للصلاة في المسجد، هل يجوز لي هذا؟ إذا كان صلاتك في المسجد لا تضيع العمل المربوط بك من حراسة الغنم، إنه يجب عليك أن تصلي في المسجد. أما إذا كنت لا تتمكن من الصلاة في المسجد بسبب العمل الذي كلفت به وهو حراسة الغنم والبقاء عندها، ولو ذهبت عنها لحصل ضرر على صاحب المال، لأن تسرق الأغنام أو تضيع أو تهجم عليها السباع، فإذا كان الأمر يتطلب بقاؤك عندها فأنت معذور في ترك صلاة الجماعة وتصلي في مكانك. أما إذا لم يكن لك عذر وأنت متمكن من صلاة الجماعة فيجب عليك ذلك، ولا تستأذن من صاحب العمل لأنه ليس له حق المنع منعك من صلاة الجماعة بدون سبب يبيح له ذلك. نعم.